المره فاتت تكلمنا عن الدورف كويس زي ما قلنا والشيسه الى اخره يعني ما مشكله. ف واحده من الحاجات اللي قلناها المره فاتت بيكون عندنا بويلر زي ما قلنا. اذا عندنا هنا بويلر عارفين البويلر والبويلر في الستيم بيجي داخل للتربينات والتربين بيدور المولد جنريترز وفي سيركل تانية بتاعت الموية المرقة للتبريد هنا ستيم. هنا الجنريتر نبدا نلف عشان تولد الكهرباء و هنا سيمبل واي زي دي غرفه بتاعت كمبيوتر هنا عشان تكنترول السيستم ده. بيكون عندي عده حاجات عاوز استعرضها. بيكون عندي ستيم طبعا الستيم ذاته نسيب الدائره حقت الستيم. الستيم ممكن يطالع من نيوكلير في نيوكلير رياكتر بيبردوا فيه او ديزل بيحرقوا فيه زي ما هنا في محطة الحرارية بتاعت بحري او قري والمهم يطلع بخار تاع موية بخار هاي بريشر. الهاي بريشر بيجي مارك في التربينة هنا تيرباين. فالتيرباين عند الهاي بريشر تاع الستيم بيبدا يلف لف سريع جدا فلما يلف حيلف علينا الجنريتر والجنريتر حيطلع الكهرباء العاليه بتاعتنا. اذا بس ركزنا في الحته بتاعت التوليد الكهرباء والشبكه وادارتها دي خلاها ايشو ثاني. ففي التبريد هنا لازم انا اقدر اقيس السيم ده اقيس هو حاجتين البويلر نفسه في ستيم او ووتر ووتر في الحقيقه هنا ووتر هنا ووتر وهنا في فيول وقود وهنا في اير هواء عشان يتلخبط مع الفيول ويحرق ده هنا الستيم ده هنا الستيم يبقى اول حاجه لازم البويلر ده عشان يولع ويشتغل واغير السرعه بتاعته واتحكم في الستيم هنا والكواليتي حقته لازم اقدر اتحكم في كميه المويه الداخله المويه لانها تغلي وفي البيرنرز مولعه. فالستيم عشان اتحكم فيه هتحكم في الفيول كميه الوقود الداخل والاير الهواء الهواء لانه بيتلخبط مع الفيول و المويه هي تكون ماشيه في انابيب داخليه والنيران مولعه حول هذه التيوب والمويه هتغلي في هذه التيوب وبتطلع كبخار هنا. طبعا يعني المويه الداخليه ذاتها درجه الحراره بتاعتها كم عاليه واطيه في الكمبيوتر هنا بس هنا في فالفز بيكون هنا في فالفز نمبر اوف فالفز برضه كنترولد او ذات ويك ده الجزء بتاع الكنترول. هنا بالنسبه للجنريتر برضه هنا الستيم لازم اقدر اقيس فيه حاجتين. التمبريتشر بتاعته والفلوريت لازم اكون عارف الكواليتي عشان اكون عارف الكواليتي بتاعت الستيم او البريشر ميجرمنت او البريشر ميجرمنت بي برضه الكمبيوتر وانس تو نو ذيس. انا برضه بتحكم في الستيم بعد الستيم مارك برضه في بلوفه بتكون في فالفز هنا برضها متحكمه في الستيم. ان شاء الله تقدر تعمل زياره للتوليد الحراري يا بحري هنا يا قري هناك في جيلي. وهنا برضه محتاج اقيس السبيد السبيد حقت التربينه
لانه السبيد في واحد بيتخيل اللي بحتاج للسبيد اتحكم فيها عشان التوليد طبعا. أيوة بالظبط كده. أيوة لفه وراحه وتوليد بسيط، لفه سريع توليد سريع وكده. وبعدين برضو مربوط باللود، اللود لما يزيد برضو غير في السرعه بتاعت ال. طبعا هنا في حته كونسيبت صعب جدا المفروض تدرسه في الباور. انها في الباور في حاجه الالكتريك انجل وفي الميكانيكال انجل، درستهم شيء. ايوه فالالكتريك انجل لما تتغير بتتغير نتيجه اللود، انه اللود بيكون الار ان فيس، واذا زاد اندكتيف لودز من اللي زاد الاندكتيف لودز نتيجه الماشينز. الماشينز كلها اندكتيف لودز، الاموات النايلون دي كلها اندكتيف لودز، فالاندكتيف لودز بيقوم يغير الباور فاكتور. ففي كابسيترز موجوده عشان تعمل ايه؟ كومبنسيشن لشنو؟ للباور فاكتور. درسوا الباور فاكتور؟ ايوه كويس. فالجريد، الجريد برضو عندها لها كنترول، الجريد اول ثرو عشان الميكانيكال انجل ما تقوم تجلي ويحصل انستابيليتي. فبرضه اتس فيري امبورتنت. واذا اللود زاد، الديماند زاد، المفروض ايه؟ سيركت بريكرز تفصل عشان احمي الماشينز، عشان احمي السيستم ده. السيستم ده هنا مكلف جدا. اذا بقت في مشاكل ترابلز هنا لازم اكون عامل حمايات للسيستم هنا واخليكم شغال برضه. انا هنا ما عايز اقفل، ما اعمل سويتش داون. انا اذا عملت سويتش داون عشان تاني تو ستارت مكلفه جدا. تو ستارت السيستم مش تو ستارت كمان، حتى عشان السنكرونايزيشن بعدين مشكله. انت عايز كل الفيسز ال A و B و C او بيسموها حسه الريد يلو جرين، وحسه ثاني غيروها بقى براون بلو بلاك. دي الفيسز الثلاثه. الفصل بينهم كم درجه؟ 120. احطوا الاسيمتريكال كومبوننتس مش كده؟ سيمتريكال كومبوننتس وكده. فالمهم عشان انت عاوز كل التوليد اللي في بحري، في قري، في شندي، في شندي مش عارف التوليد، في مروي، في روسيريس، في سنار، في جبل اوليا، اذا برضه في توليد حراري في بعض المدن الثانيه مربوطه مع الشبكه، كل لازم يكونوا ايه؟ انفيس. لان اذا ما في انفيس معناتها حيكون في لوسز في الدائره، في طريح وفي جمع للويفز الجنريتد. الانجلز فيها اختلاف. فلاي سبب حصل بروبلمز تحت في الدائره الكهربائيه ما ينعكس على الدائره الميكانيكيه اللي هنا، لان الدائره الميكانيكيه اللي هنا مكلفه شيء جدا. بيبقى سهل انك كيف توصل السيستم بتاعت الجيرز توليد. وانت هنا يعني الميكانيكالي الجنريتر حيكون برضه شغال، لكن الالكتريكالي حيكون مفصول. الالكتريكالي من التوليد حيكون مفصول، يعني ما حيكون في اكسايتيشن كرنت عشان يكون في توليد الى اخره. وجع راس ثاني بروح. فانت عشان تكون مركز في الدائره الميكانيكيه فبيكون طبعا اخر النهايه انت يو هاف تو كنترول ذا هول لوت. ذا هول لوت ماست بي كنترولد. لان يعني مشيتوا كيلو 10 هنا، وده برضه زياره مهمه في كيلو 10 في الشبكه، التحكم بتاع الشبكه كله. فيو سي فيري جود نايس يعني ورك معمول في كل الشبكه، السودان كله قدامك. وكل اللودز وكل الحمولات وكده ظاهره. وحتى اذا ما في اي محطات تفصيل الحصحيصه ما تعرف ايه بحر يحلت كوكو بتاع كده، بكل عشان تحمي الدوائر. حصل شورت لوري ضرب له عمود في المنطقه الصناعيه ولا كده، وحصل الفولس اللي درستوها لاين تو لاين او لاين تو ايرث مش كده؟ درسوا البتاعات دي. فعشان ما يحصل الويف يحصل لها دبل وتقوم تحرق الترانسفورمرات اللي ورا، لازم يحصل ايه؟ الدوائر تفصل نفسها عشان تبروتكت. طب هذا الترانسفورمرات بتاعتك تتحرك، تبقى اول حتى الكوابل الكبيره، الكوابل بتاعت الضغط العالي يبدا يحصل فيها يعني حرايق وكده وبتاع. فانت السيستم بتاعك لازم يكون سريع جدا بير سكندز وكده عشان يفصل. اني هاو يعني ذيس از وان اوف ذا كومبليكيشن اوف ذا كنترول سيستم. في موديلنج وفي ماثيماتيكال ريبريزنتيشن، وبعد هنا في خوارزميه عشان تقدر تكون تخلي التوليد يتناسب مع الاحتياج. يعني التوليد مع الديماند they must be balanced all through. You don't want to generate كمان excessively. You don't want to waste the resources بتاعتك. إذا الديماند تحت بسيط معناتها طوال المحطات الحرارية طق 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 تفصلين برا توقفين، وتكون معتمد على التوليد المائي أو كده. لكن المفروض يكون في موديل نموذج، والنموذج يكون موجود. This is one way of how we look into the control system. الشيت حقتنا اللي عندكم دي فيها number of examples. That can one of them. في example تاني بتاع الناشونال انكم. زي ما قلنا الكنترول از نوت جاست في حياه الانجينيرنج. نو 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 ناو ات بيكام ا فيري بيج فيلد. يعني النظام الاقتصادي برضه فيه عده بارامترز.
فيه الناس بتنتج محاصيل فول عدس بتاع ما تعرف ايه قطن، في استهلاك الناس بتشتري عاوزة ملابس عربات حديد سبيرات وقود بوتاجازات ثلاجات الى اخره، وحكومة عندها واجبات تعملها شرطة جيش مستشفيات معلمين مدرسين، ولازم تكون وزن الميزانية بتاعت البالانس بحيث انه عندها الحكومة تجيب قروشة من وين؟ ايديلي من التاكسيس من الشعب المنتج. كلمة الشعب دي سياسية ساكتة ما تخش في السياسة، من الناس البروداكتيف، يعني الناس البروداكتيف هم اللي بيشيلوا منهم التاكس والكستمز اللي هي الجمارك الحياة الواردة عشان تديسكريج برضه اذا كنترول بروبلم. اذا لقيت الناس بيستعملوا عربات كثيرة وبتغلفني وانا عاوز اقلل الطلب بتقوم ايه تزيد الجمرك عليها، لكن لا في مشاكل تراكشن تقوم تزيد الجمرك ما معناتها المشكله اتحلت، حليت واحده لكن بتكون كرييتد وحدات ثانيه زي ما منتبه تكون، لكن متاكد انه الكرييتد ما كبار زي الحلتها. فالكنترول سيستم في السنوات الاخيره بقى يلعب دور كبير جدا في اقتصاديات الدول المتقدمه، نحن لسه هنا ورا شديد قدر ما نمشي نكلمهم نقول لهم يا اخوانا نعمل موديل وكده وبتاع، يعني ما قادرين يستوعبوا الحته بتاعت انه الموديل انها مساله بتاع الديماند وبتاع، لانه الاستابلايزيشن انت عاوز في الاقتصاد، يعني هم الحكومه انها تخلي السيستم الاقتصادي ماله ستيبل. ستيبل يعني شنو؟ يعني اسعار العملات مستقره، اسعار السلع مستقره، المرتبات مستقره، او حتى اذا ما مستقره انها كل ما شات ان لاين، لانه الويلث بيزداد، الويلث الثروه بتزداد تمام، لكن يعني تزداد من وين الثروه؟ بيزيد شنو؟ يعني النيشن الامه كيف بتزيد الثروه بتاعتها؟ بتنتج حاجات محتاج لها ناس ثانيين مش كده؟ لكن انت عشان تنتج هتستعمل ريسورسز، عشان تنتج حاجه معينه هتستعمل ريسورسز، عايز تنتج فول وقطن وكده وبتاع هكون محتاج اجيب اليات وترومبات وتراكترات مش كده؟ وادوات بتاعت امبلمنتيشن، وبعدين محتاج لي شاحنات عشان تشيل المحصول، وجاوبوا حسبوا الحكايه دي. يعني حسنا كان بيقولوا الزراعه دي، قلنا الزراعه نو نو زراعه سوليوشن، مو مصدقين. يعني الناس يقول لك الزراعه زراعي، لما تيجي تقعد تحسب تجد ده ما الحل. المشكلة أكبر كثير جدا، يعني مرة كنا مشتفكين قالوا أنتوا يا أخي المهندسين بيكون شنو تعملوا لنا أزمة وكذا، كنا قاعدين بقينا موجودين في حتات يدير فيها نقاش زي ده اقتصادي، فقلنا لهم والله أنتوا عندكم مشكلة كبيرة، ما حتقدروا تنافسوا دول بتنتج بالأمطار. واحد بيعرف ليه؟ الري، أيوة تكلفة، الري بيساوي 40% من التكلفة، فأي زول بيزرع بمطر مجانا ده أنت كنت كومبيت معه. فيبقى انت اي حاجه حتقعد تصرف فيها كهرباء عشان ترويها وتسقيها وكده، ونقول صح تعمل حاجه استراتيجي، يكون عندك غذاء استراتيجي عشان ما في زول يعني يضغط عليك، لكن ده استراتيجي، لكن انت حتبني عليه جنريشن بتاع ويلث مش حتبني على ويلث. فاديكم مثال بسيط، هنا لما قام مثلا الناس طلعوا الذهب مشوا حفروا الواطه وطلع ذهب، ده ويلث مش كده؟ دي ثروه، يعني زول لابس عراقي ساكت مواطنين ديل بنسوا في اغنياء جدا ما شاء الله، وقال لك ماشي اشوف الذهب. في واحد ما لقوا طبعا، لكن في واحد لقوا، الناس بسيطين ما عندهم اي شيء، فقدوا اي هوف في الحياه، لدرجه انهم ماشيين الخلف بتاع ابو حمد هناك، او يكون في زول من ابو حمد، فمشوا هناك البتاع دي ويحفر ساكت، لا في اي يعني بيستعملوا صح الاجهزه وكده، دي الستيج بقى الثانيه، لكن لو شغل برضه بتاع ناس الكهرباء التزامات الديتكتر، لكن مور ريفايند انه بالنسبه للذهب وكده هناك سيجنال، لو لقى حديده ثانيه عشان ما تقعد تحفر يقول لك كي 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 يعمل صوت وكده، تقعد تحفر وتضيع وقتك ساكت، تكون اذا نظر تشيب ميتال. فكله في ده طبعا، يعني حسنا لو دوك بروبلم زي دي، اذا دوك بروبلم زي دي انك هاو يو ديزاين جولد ديتكتر، اذا قال لك ديزاين سيستم عشان تو ديتكت جولد، انت هتقوم تشوف البروبرتيز، عندك الكتريك بروبرتيز مش كده؟ يعني الاندكتنس بتاع الذهب يختلف من الباقيات. طيب اذا الاندكتنس بتاع الذهب مثلا والفضه قريبات من بعض، انت هتعمل شنو؟ هتعمل فيري ريفايند فلتر مش كده؟ تعمل فلتر ظابط عشان بس يمرر الفريكونسيز الصغنبوتايه بتاعت الذهب عشان الفضه ما تخش. انت حتقدر تفهم الكلام ده، تقدر تفهم الكلام لانكم عارفين الفلتر شنو والفريكونسي شنو وهاو يو ريموف ات عشان تعمل، يعني طبعا باع ب 80 مليون وكده كده، فانت لو استعمل جهاز ينافس تبيعه ب 10 مليون
هذا شويه كربه مش كده؟ اي وجربوا الناس يصدقوك انك فعلا تجيب تمشي لجامعه يعني الذهب هنا عشان ما عندك ذهب طبعا. جرب وين تمشي لجامعه يعني العماره بتاعنا الهنادي تقول لي عندي جهاز صغير كده جرب صفار تحط في اذانك. المهم الاخير ممكن تشتري سماعات يعني انت ضروري تصنع كل حاجه، تصنع سيركت، اصنع سيركت واعمل السنسنج بارت. سنسنج بارت يو هاف تو ديزاين ات عشان ده اغلى حته، اغلى حته هي الفكر البروسيسور يعني السماعه وعشان زول يسمع الصوت كده ما مش كده. السماعات دي مجدعه تلقاها في البيوت وفي البصات وفي الهايسات وبتاع زول نسل السماعه بتاعته. انت ما ضروري تعمل سماعه معقده، السماعه بتاعت الايفونات دي وكده از فورز ان انف، لكن تاخدها من البورد بتاعك البورد الصغير. فالبورد هو اللعب، البورد از ريل كوست. البورد انت يو كان دو ات يو هاف اول هاو يو ديزاين الفلتر البروسيسور او الانتليجنس. الانتليجنس ده شغلك از الكترونيك انجينير، تقدر تعمل سيركت، تعمل امبليفيرز، تعمل الفلترز ان الديتكتور بتاعك، تعمل كويل تلفه كويس، تجرب الاسلاك يا ترى ناعمه يا ترى كويسه، تقدر تشوف الاندكتنس او الكابستنس او اذر ديفرنت ثينجز، او يو انجكت سيرتن فريكوانسي وشوف الريفليكشن بتاع ديبنس يعني انك عاوز تعمل شنو. المهم احنا زغنا من الحته بتاعت الويلز انه زول ده مشى حفر جاي صوره من الصور وطلع ولقى له كيلو تمام. لما لقى كيلو بتاع ذهب، الذهب ده سعر ثمن الكيلو بتاعه ده $4,000، قيمته الجرام ب $50، 50 في 1000 ده 5000 مش كده؟ معناته $5,000 صح كده؟ 50 في 1000 $50,000 $50,000 يعني طق حفر كده طوال الويلز حقتنا تحت السودان زادت ب $50,000. طيب ال $50,000 دي هتكون ويلز حقيقي لو وديناه برا زول اشتراه جاب لنا $50,000 جوا تمام؟ او جاء زول تاجر محلي هنا يدفع عليك ما يعادل هذه القيمه بالسوداني صح؟ عنده قروش سودانيه الخزنه بتاعته مولانا ككك فتح طلع لك ما يعادله بالسوداني وهو شاله وعنده تجار زملان وقام صدره برا اكسبورتد اكسبورتد عنده $50,000 لازم يجيبها راجع يجيبها زي حتى يجيبها بوسائل اخرى. الحصل شنو؟ قام بنك السودان طق 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 طبع قروش ورق طبعه وجا اشترى الذهب ده. بقى هنا في مشكله مش كده؟ زاد القروش السودانيه، القروش السودانيه زادت بدون انتاج يغطيها يعني في زول عنده مطبع يعني الشيء اللي عمله بنك السودان يعني نفس اللي انت عملته انت طبعته وشلت الذهب من الزول ده واديته قروش يعني البنك ما له حق ما عنده حق انه يطبع قروش ساكت. طيب طباعه القروش دي ذاتها عشان ادخلكم يعني في الفهم يعني الطبع ذاتها كيف؟ الطبع بقياس الويلث يعني لما اقول لك والله زادت نسبه النمو في الاقتصاد السوداني مثلا 5% في حاجه اسمها كتله النقود، كتله النقود الموجوده في المجتمع كله اللي هي الكاش اللي في جيوبكم ده والفكه وكده زائد خطابات الاعتمادات زائد الاسهم مشترينها شهامه وغير كده بيساوي كلها كتله النقود المباشره وغير المباشره. هذه الكتله زي الماس زي الماس ها؟ هذه الكتله بتزيد بتنمو بالكريشن تاع الويلث هو زي الذهب زي ما قلنا المرفه زرعت حبه واحده بتاعت فول ما بتقوم حبه واحده مش كده؟ ده شغل ربنا بقى بتقوم حبوب كثيره بتقوم حبوب كثيره مش كده؟ يعني ناكل الحبه نعوض اللي فقدناها وبتصدر الباقي، لكن لو زرعت حبه وقامت حبه وقمت اكلتها موت ديث. فالنمو ده ده شغل رباني يعني ده شغل اصله ما في زول لا خواجه لا غيره قدر يغلط في الحته دي، لان حتى الديفرنشال ايكويشنز الديفرنشال ايكويشنز لو جيت عملت اي سيستم والانبوت واز زيرو زي انبوت واز زيرو زي ما انت اخذت في الهوموجينيوس ايكويشنز يعني مثلا كان عندك دي واي باي دي تي بلس سم كي واي equal zero السيستم ده still it will grow. لو كانت y of zero يساوي some y not اذا في initial value السيستم ده it could grow. could grow ليه؟ بيعتمد على شنو؟ على k دي. ف k دي اذا positive it will grow اذا negative it will die يعني قدر اللي عندك ده هيروح او depending on this k مش كده؟ السوليوشن بتاع المعادله دي شنو هي؟ اللي هي هتكون y تساوي سم y نوت مش كده؟ 1 minus e minus k t مثلا بلس اور ماينس بيعتمد
فيا بقت جروينج يا بقت يعني as t tends to infinity بساوي زيرو حيكون عندنا y not قاعده في حتتها. او اذا كانت هي بال اذا بالبوزيتيف طبعا it will grow up to infinity and so on. فبيبقى اي سيستم initially لازم يكون عنده value. You cannot start from nothing. You cannot اي شيء to grow you cannot start from nothing. عشان كده كان السؤال انه البيج بانج النظريه بتاعت البيج بانج انه وات ار ذا انيشال كونديشنز. لا تحسب حيران طبعا زي ما بي انيشال كونديشنز. طبعا نقول انيشال كونديشنز معناته ربنا موجود واحد ما عايزين نقوله قدر ما لفه ودوره. المهم نرجع للويلز بتاعنا الموديل بتاعنا النموذج. فبقى في قروش موجوده في المجتمع في كميات نقود وقام الويلز زاد نتيجه انه في اكسبورت في غيره في غيره. فنتيجه هذا الويلز بيقوموا يطبعوا قروش قصاده الحكومه بتقوم تطبع قروش زياده تصرفها مرتبات توسع في المستشفيات توسع في المدارس توسع في الجامعات الى اخره لانه في ويلز ذات السيستم بالانس. لكن مس بي السول. لكن اذا قمت طبعت قروش في برنت سم ماني بدون ما يكون في اي شيء مقصود له وشلت هذا الذهب بركتبه برا لانه احيانا القروش دي يعني نزلت عملت انفليشن تضخم تكون بالتضخم. التضخم ده هو وان اوف ذا انستابيليتي of economical system. فالعالم كله كان شغال how to find equations to curb or to control inflation to make it as small as possible. و ideally يوصل ل 2% 2.5 معظمهم نحس اتفقوا علماء الاقتصاد انه 2.5 is the optimum. يعني لازم يكون في inflation 2.5. واحد بيعرف 2.5 دي بتساوي شنو؟ بتساوي معدل الزكاة. الزكاة ما ربع العشر. ربع العشر هو 2.5%. فاللي هو 2.5% ده زي ideal optimum position. لما نقل برضه اوكي okay, لكن برضه بيعمل مشاكل بيعمل انكماش. لكن واذا زاد بيبدا الصراع بتاع انه قروش كثيره تتابع بضائع بسيطه او خدمات بسيطه عشان كده الاسعار ترتفع ترتفع. فالايشو بتاع لو الحكومه كانت خلت الذهب ده مرق بره وجا راجع دولار عاوزين دولارات عشان يستوردوا بها عربات مدخلات انتاج معجون اسنان مهم يعني من احتياجات اللي نحتاج انه نستوردها هم حارسين ما لكن ما في دولار موجود. وبالتالي الدولار بقى يرتفع سعره مش كده لانه بقى نادر. والتجار والاحتياج الناس محتاجه تدور عرباتها الحكومه عايز تجيب الديزل بتاعها وكلهم محتاجين لهذا الدولار عشان يتبادلوا المنفعه. فبقوا مخنوقين واي دولار بقى عزيز يرتفع 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 كويس بقت مشكله. طيب فلما جاتنا ال 50 الف دولار دي عملت ايز مش كده لان فجاه جات داخله في البنوك. جات لي ازاي للتاجر صاحبنا ذاك اللي كان عنده قروش معينه مهم اشترى بيها الذهب. فاصبح كميه العرض بتاع الدولار ايه كبيره. والزول صاحبنا اللي شال قروش تاع الذهب الرايل البسيط ده بيكون مش اشترى له بيت وعرس وكده وبتاع هنا فصرفها في المجتمع حرك لانه مش اشترى الشيله بتاعته واشترى البصل وفي طباخين اشتغلوا واشترى خرفان وكده وبتاع. فالسوق اتحرك التشين كبيره وناس ماركت ده حكايه ضخمه. فاستابيليتي كل الناس يعني المودرن ايكونومكس كله يتكلم عن الاكليبريم. الاكليبريم احنا بالانجينيرنج بنقول استابيليتي او الاستقرار. فالماركت هاز تو جيت اتسيلف انتو اكليبريم لازم يجي حته استقرار. فالدولار جاء نازل وقام قلل لنا السعر بتاعه بقى متوفر بقى موجود. والناس اللي عندهم قروش سودانيه ثابتين ما تغيروا. لكن لما يقوم البنك السودان طبع عمله ودفقها في المجتمع مش كده؟ طبع قروش سودانيه واشترى بها الذهب من الراجل ذاك فاصبح في كميه بتاعت قروش سودانيه موجوده. طيب بنك السودان شال الذهب ده ذاته وداه لصدره وجابوا دولار وجاء عرضه ثاني في السوق. لكن لما جاء عرضه في السوق كان في قروش سودانيه كثيره ساكت الدولار البسيط ده. جميل القروش ما كانت كثيره صح؟ جميل القروش ساكت الدولار بسيطه. عشان كده اول ما يجي كميه دولار تنزل بتنزل بتنزل. ممكن قروشنا كلها السودانيين حولها دولار، يعني دولار زي كثير جابت يعني الذهب ده اللي ذهب 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 ونصدر نصدر ويجي دولار دولار البنوك اتملت بالدولار. لكن بعد شويه ما في سوداني. مش كده؟ اذا ما طبعنا ما طبعنا سوداني خالص وقع عليك في فيكس اماونت اوف سودانيز باوند ها؟ فذيس فيكس اماونت اوف سودانيز باوند كلنا بقينا نشتري دولار ها عندك شيء البتاع هناك كده ها؟
خلاص بعد شويه تيجي لحظه at some instant there is no Sudanese pounds. Sudanese pounds كلها بقت مخزنه في البنوك وفي دولارات حامل. الدولار سعره هيبقى مجانا يعني مش كده ثيوريتيكلي هينزل لاقل اللي فيه. لكن لو في زول عنده مطبعه وشغال بيطبع من ورانا وينزل في القروش السودانيه وينما فيلت مش كده؟ ما حنشعر بانه الويلز الذات ده انعكس في الاستابيليتي بتاعت السيستم. انا حاجه عملت سمبليفايد الموديل عشان الناس يقدروا يستوعبوا. لكن يو كان بوت اول ذيس كوانتيتيز ان ايكويشنز. ذير ار ايكويشنز تو كنترول الحته. في ايكويشن اساسيه بتمثل الاكليبريم بيقول لك الاوتبوت الجي دي بي بيساوي الجفرمنت اكسبندشر مصروفات الحكوميه زائد الانفستمنت اي استثمارات موجوده زائد السيفنجز بتاعت الناس موفرينها في البنوك او خدتينها في بيوتهم او خدتينها ذهب او كده زائد او ماينس الاي اكسبورت امبورت. اذا عندنا اكسبورت كتير هيكون موجب لانه ده هنا هيكون الاي دي اذا عملناكم بلس اكسبورت ماينس امبورت. فلك ان يعني تتصور اذا الاي بقت الامبورتس المستجلبات يعني اول الاستيراد كان اكبر العلامه دي هتبقى نيجاتيف. لما تبقى نيجاتيف معناتها هتكون تقلل لنا الواي الواي ده الاوتبوت او الجي دي بي او الجروس او الناتج بتاعنا القومي الاجمالي في كل القطر. فانت اول ذا تايم ده هنا برضه بيأثر جفرمنت اكسبديشن انه الجفرمنت عندها كم افيلبل موجود عشان تقدر تستثمره في المستشفيات في الشوارع في الطرق الى اخره الى اخره. الانفستمنت دي برضه الاستثمارات الناس جايين مستثمرين جايبين قروشهم وكده ده بيعملوا اضافه. السيفنجز كل ما الشعب يعمل سيفنج الشعب ما يستهلك يعني بدل ما كلنا مثلا نجي نركب عربات ده كل واحد فينا ندور عربيته وسايق وكده والله يا اخي اركب المواصلات العامه يعني كده بنكون في قول مليون عربيه في العاصمه وقفت ما تطول وفرنا بترول وفرنا سبيرات وفرنا لساتك الى اخره اخره. فكل ما الشعب عنده مقدره كبيره في السيفنجز كل ما الايتم ده بقى كبير كل ما ده هنا زاد. ده انا هسه حطيت لكم في ستيدي ستيت لكن في دايناميكال representation للاسينشال ايكويشن. دي اسينشال ايكويشن زي ما عندنا في ال هذاك في احدات متفرعات منها كل واحد من دول عنده تفريعاتها. فيو كان هاف ا كومبليت سيستم اوف دايناميكال سيستم وبعدك تبدا تفتش الاستابيليتي بتاعته وكده. فالمودلز بقى في كامبريدج موديل في لندن سكول اوف ايكونومكس موديل في ليفربول سكول اوف موديل وفي شيكاغو موديل ناس شيكاغو وفي ناس ستانفورد يعني في 8 9 10 وفي الاي ام اف وفي البنك الدولي مودلز. فدي كلها مودلز ضخمه جدا خدتين فيها ناس زيكم تعمل كنترول وماثيماتكس وكده وبرضه اقتصاد خلطه بتاعت اقتصاد يعني ايزي انت ككنترول انجينير انك طوال تريد ثرو الايكونوميكال او تعرف الايكونوميكال برنسبلز والفاينانشال برنسبلز وكده then you can start to see how to get equilibrium. لان اللعبه كلها how to maximize and how to get stability into the system. زي ما شفنا حاسس سيستم بسيط زي ده كده ممكن يعمل اهتزازات كيف قرارات. نفس الحكايه الامبورت اكسبورت. امبورت اكسبورت اذا قلت والله قلت ازيد الجمارك على العربات وفجاه العربات بتسال الاتوس اتوس كانت عربيه رخيصه عربيه كويسه قويه وش يعني كان ثمنها 13 مليون قبل سنه ولا كده هسه بقت ثمنها كم 50 وش كده 50 و60 وكده صح؟ طيب فبالنسبه للحكومه البوليتيشن زي ما عندهم تريننج ها ف يقول يا اخي العربات دي كثيره اضربها فوق دون في التنك هذول عنده كده كويس. طيب دون في التنك زادوا لهم ال وما تستورد عربيه الا عمرها سنه وكده. طيب ما العربات دي بيشتروها ناس منتجين ديل يا مباشره او غير مباشره. نفترض انكم كنتوا شغالين في زين تلفونات او شغالين في حته ثانيه المهمه وعايزين تشتروا عربيه انت قبل كان 8 13 مليون المهيه بتاعتك 2 مليون 3 مليون 4 مليون بتقدر يعني تحسبها كده سريع ممكن تشتري عربيه. او اذا انت كنت شغال في شركه بتنتج محاصيل وبتصدر او كده المهم في كوست بتاع انك تتحرك وتمشي السوق والشركه عندها عربات وعندها طرابيز المهم يعني في مدخلات في التكلفه في ادارتك لهذا البزنس. فاذا فجاه هذه التكلفه ارتفعت
فجأة العربات ارتفعت، السبيرات ارتفعت، فالمجتمع كله ارتفع. يعني منها هو المواصلات مشكلة في العاصمة، لأنه ما قادرين التعريف المعمولة ما بتغطي لهم تمن السبيرات واللساتيك والزيوت والوقود وكده، فالتكلفة بتاعت المجتمع في الإنتاج كله حصل لها شنو؟ ارتفعت. فلما المشكلة ترتفع هذه التكلفة بتاعت الإنتاج، يبقى مقدرتنا التنافسية للصادر ايه؟ ضعفت. يبقى فيه نيجاتيف فيدباك، يعني هنفقد اسواق زياده، يبقى الحال يزداد سوءا، يبقى الحكومه ما قادره تاخد ضرائب لانه ما في انتاج او انتاج بقى، وفي بقى تنشن في المجتمع وكده. نتيجه انك بقى فكرت في ايزي حل، في ايزي حل، لا 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 اتس نوت. ف يعني مرات يستمع مرات ما يستمع. فالايكونوميكال سيستم لانه ايشو بقى كبير وضخم وكده، يعني الصين البروجريس بتاع ماشي ال 18 عضو، يعني البوليتيكال بيرو ده الروسين الصين كلهم مهندسين، 16 منهم الكتريكال، يعني الباقي بتاعهم الكتريك الكترونكس كنترول مشتقاته، واحد بتاع ميكانيكال، يا دوب دخل واحد بتاع بيزنس، قلنا يا دوب الحكايه باظت. ها فولاتس موجوده، يعني تعمل لها جوجلينج وكده وفتش 18. مش كده، لقوا الفترات في روسيا او في امريكا لما يكون الاداء متميز بيكون دائما يعني بيكون هو مهندس، يعني اذا كان ليندن جونسون ولا كان كارتر ولا يعني دي كلهم كانوا هم مهندسين باك جراوند، او حتى في روسيا طبعا كرباشوف برزنيف الراجل اللي عمل التحويل الاخير ده كلهم هم باك جراوند تاعهم الانجينير، لانه بيقدر يعمل سنس اوت اوف ذا فيجرز. دي الفرق، يعني ان انت كمهندس عندك المقدره انك تشغل الارقام مع بعض تقلبها وكده تو ميك سنس اوت اوف ذا سيتويشن، الحاله اللي انت موجود فيها بتعمل منها سنس. فالمهم انا الفكره كلها اللي عاوز اوصل لها انه الكنترول سيستم از نوت اونلي في الميكانيكال والالكتريكال او الكيميكال زي ما استعرضناه المره فاتت، لكن اولسو ات كان كفر الايكونوميكال سيستم. في الايكونوميكال سيستم حصل داخل بعمق شديد جدا وكده. الحاجه الثانيه برضه في البيزنس، في البيزنسز والاورجنايزيشن بيهافير، اورجنايزيشنال بيهافير انه البيهافير بتاعت الانستتيوشنز الكبيره، يعني شركه زي جنرال موتورز يكون عدد العاملين 100,000، يعني حاجه ضخمه جدا، اكثر من عدد العاملين الموجودين هنا في السودان كله. يعني هنا بس العدد بتاعنا بيزداد اكثر بالمعلمين وبالجيش والقوات النظاميه، دول هم العدد الكبير، لكن لو انت تشوف عدد المهندسين والزراعيين والاطباء والبياطرة عدد بسيط ما يفوت له 20,000 ولا 30,000 من نسمة. فزي جزء الكيس بتاع الكنترول سيستم. منها واحدة كنا حسنا كتبنا لهم ورقة انه يا اخواننا زيدوا المرتبات تحت الناس 50%. طبعا عملت ويفز، عملت لي مشكلة كبيرة جدا جدا اخي معقول يا اخي. فالمين لهم ضربنا لهم بالفيجرز فعلا شعروا انه كود بي، يعني انه فعلا هتأدي الى، طبعا احنا قلنا ونقول يا اخي المرتبات وشابترون بيسموه شابترون الفصل الاول مرتبات ده اكبر فصل وكيف وكذا بتاعنا، لكن طبعا انت كانجينير يو دونت لوك للفصل الاول انه الموظفين تاعي الحكومه بياخذوا كم، مش كده؟ لانه موظفين الحكومه زي ما قلت لك لما تحسب عددهم والسلري ساعاتهم والفصل الاول كله بتاع مرتبات الحكومه انكلودنج الجيش والبوليس والمعلمين من الكتله النقديه اللي حكيت لكم عنها قبل دي كان بيسموها ام 3 يسموها ام 3 كل الكتله النقديه، في ام 0 طبعا، في ام او ام 1 في ام 2 الاثنين دول زي زيتهم مع بعض بيدوك الام 3 دي. الام 1 دي هي الكاش والورق الموجود في يد الناس او موجود في البنوك او في الخزن المشتته، والام 2 بيساوي الشهادات الاستثماريه والودائع وخطابات الضمان وكده بتاع، فده الاثنين مع بعض بيساوي كتله القروش الموجوده في المجتمع. فلما تيجي تحسب المرتبات حقت الموظفين وكده تلقاها فيري سمول بيرسنتج من الام 3. فالسمول بيرسنتج ده اذا قمت انا زدته 50% بستيل برضه اللي قبل. فاي وي سبنت لايك 3 4 اورز عشان تكسب لين لمجموعه من الاقتصاديين والناس الماليه انه لو زدنا المرتبات لكل العاملين ب 50% يعني السايكولوجيكال ساتسفاكشن بيحصل. قال لي السوق، قال لي السوق هيقوم يلتهب. السوق ما حيلتهب ليه؟ لانه اوريدي السوق وصل لاكليبريم، وصل للنقطه بتاعت الاتزان. طبعا اقول لكم عشان بحكي لكم حاجه انتم عايشينها كويس. السوق لما الدولار بقى يرتفع من 2 جنيه و77 قرش مش كده؟ مش كان 2 جنيه و77 وقام مشى لغايه ما بقى 6 جنيه ونص مش كده؟ التجار انتظروا
طوالي مش كده؟ والميكانيكية في الشارع كلهم بقوا يرفعوا الجماعة الطلب. شفت الطلب؟ طلب كانوا بعشرين جنيه هسا 40 جنيه. يعني اي زول برا في الماركت اللطيبة برضو كان بيكشف بثلاثين جنيه مشوا له 120. كلهم زي بوشت وصلوا لحد بتاع اكوليبريم سيتي ستيت. فقلنا لهم المشكلة وصلت وين؟ الاسعار ارتفعت ارتفاع والادوية طبعا للاسف طبعا يعني في الادوية تكون سمعتوا يعني او واحد منكم عايشينها من اهلهم او كده الادوية ذات وقت مرتفعة وقاعدة في الاجزخانة. الزول كان بياخد دواء الضغط ولا السكر ولا كده بدا يفكر الانكم بتاعه داز نوت ماتش عشان يقدر يشتري بتاع الاجزخانه. برضه تورط انه بقت الرفوف بتاعته ملانه بسلع ما قدر بتاع الدكان برضه بقت في سلع ملانه ما قادره تتصرف لانه المقدره بتاعتنا احنا الموظفين اللي في الانديه اكثر ناس بيصرفوا بيشتروا يعني ما قادرين. فاصبح في استاجنيشن. قلت لهم نتغلط في دي؟ قال لي لا نتغلط في دي انه الان السلع السوق ملان. يعني كان ممكن يحصل بروبلم تاني لو كان السوق ما فيه سلع وقمت ازيد زدت المرتبات هيبقى في قروش تاني اكتر ساكه بضايع اقل لكن اوريدي في بضايع كتيره وفي قروش شويه. فقال لنا مولانا قلت لهم تطبع تطبع زي ما قاعد تطبع كل مره تطبع انت هتطبع حاجه صغيره ها اتس كنترول ثينج اتس برسنتج سمول برسنتج اطبعه يعني الكميه الكتله النقديه دي ما هتزيد حاجه بسيطه جدا لكن السوق هيتحرك احنا هيكون عندنا انكم ونقدر تاني نشتري حياتنا وكده واصلح امور وكده. فال اتس فيري امبورتنت عدد منكم لما تمشوا تعملوا بوست جراديويت ستادي زي ما مشيتوا اوروبا ولا امريكا ولا يعني اي دوله ثانيه معقوله يعني اليابان كوريا وواحد عنده انترست يشتغل في الايكونوميكال سيستم تول بي نايس لانه زي كده عدد كويس كبير من المهندسين بيخشوا في المجالات بتاعت الحياه برضو بيقدروا يعني يلعبوا دور مفيد وكده. العالم الثالث واحد من مشاكله ايه؟ في دول غنيه وليه في ما في دول غنيه؟ هو البشر نفس البشر لكن في ناس قدروا يوجهوا الريسورسز بتاعتهم الاتجاه الصحيح. انزازت زي ما قلنا في احتاجت في البروبلم في الشيت اللي وزعتها عليك في زي سيستم بتاع السايكل بتاعت الجفرمنت مع البزنس مع الكونسيومرز مع الميرشنز مع كده لانه سيستم برضو فو انبوت وفو اوتبوت economical system. انا هشرح كلامنا كله هيكون الانبوت والاوتبوت. فالاوتبوت انت بتحدده انه والله عاوز الانفليشن تضخم انه واحد من الحياة اللي عاوز تكونترول مثلا الريت اوف برودكشن او الكوانتيتيز اوف برودكشن كيو وهنا داخل ليك مثلا الريسورسز الووتر مثلا زائد البيبل ذاتهم فيول الوقود الى اخره من الوسائل المختلفه انت اللي عاوز تدخلها. في يعني واحد من الجزء لو قريته في الكتب بتاعت اللينير سيستم في الماتريسيز بعض منكم اذا مر بحسب اللونتيف اللونتيف موديل. اللونتيف هو عالم روسي لكن قاعد كان في امريكا الناس اللي هربوا هاجروا بدري وكده. ففي اللونتيف موديل من المودلز القديمه في كم مودلز القديمه انه كيف يعني اذا عاوز مثلا نقول والله خلاص لينا في السودان قلنا والله عايزين نزيد كميه المنتج من القطن والسكر والمحاصيل الحبوب الزيتيه مثلا والذره كويس دي الاوتبوت بتاعتنا. حددنا الاوتبوت. الاوتبوت عاوز انبوت مش كده؟ عاوز ناس عاوز مرتبات عاوز وقود عاوز تركترات عاوز شاحنات مش كده؟ عاوز الاراضي تستصلح عاوز حبوب محسنه عاوز كيميكالز يزيدوها عشان تزيد الانتاجيه از ا لوت اوف انبوتس. فبعدك فاذا انت والنمبر اوف ييرز انه الحكايه دي هتاخد كم 2 3 4 ييرز فانت كيف تحسب انه المنتج ده هيغطي لك مش هيغطي لك هيجي لك ارباح مش كده؟ واذا التكلفه بتاعت الانبوتس اكتر من الاوتبوتس يبقى دونت ويست يور تايم. فالمودلز انت بتبدا تجرب في الكوانتيتيز لغايه ما تصل حته بتاعت استقرار او تعمل اوبتمايزيشن بروبلم. دي كانت مودلز القديمه بتاعت لون تيف يوست تكون مرت في واحد منكم في الكتب بتاعتي. طبعا بعد ذاك في الشيت تكلمنا عن مسائل الحرب طبعا اذا جه راجعين تاني للحرب الكنترول داخل في كل الطيارات حسب الامريكان لهم فتره زي ما شايفين بيستعملوا الاير درون مش كده؟ بيستعملوا الاير درون الطياره بدون طيار
وركبوا فيها كاميرات وصغمضتهم تشاف وعايزين يضربوا اسامه بن لادن ولا ناس طالبان ولا كده. هم من في البيت الابيض هناك قاعدين متابعين مع مثلا الاستراتيجي كوماند, في قياده استراتيجيه موجوده في باكستان ولا في قندهار ولا اي حته, وفي كل اير درون. فالاير درون حتى الناس قاعدين في البيت الابيض ممكن يشوفوا يتابعوا البيكتشرز وكده, ويعني بيجمعوا انتليجنس انه والله في اجتماع في الحته الفلانيه ولا كده. فالاير درون حتى اذا ضربت بمداخلات ارضيه طياره بدون طيار ما في حاجه, الالكترونكس وعده بتتحرك ذاتها مع ضربه الطياره وكده بتجي نازله بتروح. لكن بعد ذاك هي عندها المغدر, عندها البريزيشن, عندها الكاميرا, وفي كنترول ريموت كنترول. وانس عاوز تشوت انت كزول كوماندر قائد العمليه وكده تحدد انه الان تصيب الهدف وبتنشن على الهدف ذاته بالماوس بتكون الحته في الهدف. فالصاروخ المارق ذاته من الاير درون هيكون ماشي متابع السيجنال امام الهدف سؤال. فبقت فيها كرسي عاليه بدون هم ذاته بيتعرضوا البرسونيل تمام, وشغالين ريسيرش, شغالين ريسيرش كتير جدا. المعركه بتاعت المستقبل, معركه المستقبل ما بتلاقي عسكري, بيجيك الخبيت انت ذاك ما شايف الخبيت جايك منه مشكله يعني. فالحرب فيصرف على لانه سوبريمسي دي فيها سياده فيها كده يعني زي الدربولين المصطنع بتاع بتاع الشيف. اول حاجه بتاع الشيف ده يعني ضربنا دال 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 النيران ولعت وبقينا نتغلط ضربنا منه جد والله يعني البلد كلها كانت حيران حصل شو كده. لما قام كلينتون يزع قال ان احنا بنضرب في السودان ونضرب في افغانستان, والسودان طبعا الحقيقه اتهم انه الطيارات جات من مصر وكده ربك سلم يا كحك شكل مصريين, فجات من الشمال وفي ناس قالوا شاهدوها في عطبره وكده. يا مش عطبره ولا وادي حلفه ولا بتاع اي ناس كلينتون بتاع قالوا في الباخره يا تو يا تو كده وقعت في البحر الاحمر مش كده. ايوه افغانستان مضروبه من قطع الفلانيه الفلانيه, شو الناس مطمئنين كيف ها ايوه. قال الان يعني فكينا 14 صاروخ فعلا ماشيين في التشان لقيناها 14 البواقي بتاعتهم وكده وودوهم التصنيع الحربي في بحر هلتكوكو هناك وكده. لكن شنو دي حتى حاجه متخلفه يعني كروز اسمها كروز ميسايل, كروز ميسايل دي معموله في الستينات, ستينات والسبعينات يعني. هي برضها شكل طياره صغيره ومركب فيها مكنه واحده, المكنه بتاعت البوينج, بوينج 707 كمان مكنه بوينج, في تانك بتاع وقود ديزل لكن فيها الكترونكس. The whole game is about the electronics, the intelligence. The intelligence, the command, control, detection, دي الحكاية فيها. هم فكوها, المكنة دورت, بقت المكنة شغالة بشنو؟ ريموت كنترول, دي الاوتوماتيك كنترول. عاملة النافيجيشن, الملاحة بتاعتها, خدت لها انها هتمشي الكوردينيتس الفلانية الفلانية, جوا شات ورا بعض 14 غزيفة, بعدها كل واحدة اخذت دورتها حول العاصمة, الناس شافوها, شايفين؟ وكل واحد عنده هدفها, بن 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 14, لا في زول مات. لا في زول الجرح على عايز يكسره بالضبط كسره بمعدات في الستينات والسبعينات منتجة. وهم في البيت الابيض هناك متابعين العمليه كلها وكده. قالوا احنا انتظرنا لغايه الغفير بتاع مصنع الطحنيه جنب مش طلع لصلاه المغرب ولا قالوا يعني سوبرمسي رهيبه جدا جدا. الاسرائيليين نفس الحكايه, الاسرائيليين برضو طبعا جو, طبعا اسرائيل بالنسبه لامريكا صغيره يعني ما كبيره, لكن برضو جابوا معاهم حاجه اسمها الجولف ستريم, دي طياره قديمه برضه. جولف ستريم طياره حجمها شويه كبير لكن مركب الكترونكس, كل ما لان الكترونكس شغلوه الاسرائيليين ذاته. يعني حس اذا قلنا والله دول طياره قديمه ونحاول نركب فيها الكترونكس ونجرب يعني. ما شاء الله حسعد الخريجين بتاع الالكترونكس وكده كان قاعد هارتون قاعد عدد كبير. ممكن تعمل برنامج دفاعي ها, والناس سب سيستمز زي ما عارفين يعني الالكترونكس بقى سيستمز وسب سيستمز يونتجريت زيم توجذر, بعدين في زول بيكون كنترولينج البروجرام عشان يحصل انترفيس كل جهاز يقدر يقرا الانبوت بتاعك شنو الاوت بتاعك شنو, انا اديني الانبوت والاوت بتاعك الريتنج بتاعتي فريكونسي فولتج الى اخره مش كده, امشي صمم اي دونت نوت انترستد البوكس بتاعك فوش له يعني. كل واحد لما يدور البوكس بتاعه يعني سبوز عندنا 30 40 سب سيستم ها سيستمز مختلفة السيستمز دي ار جوينت تو بي كونكتد ف
وحدات بشات جايات الى اخره مش كده انصور يعني لك انت تتخيل كل سب سيستم بي ديزاين باي تيم مختلف بعدين انت سيجنال اناليسيس وبعدين انت ديتكشن وبعدين انت كنترول وبعدين انت ستابيليتي وبعدين انت انسترومنتيشن الى اخره الى اخره الحاجات الكثيره لكن كل واحد هيكون مهتم بشنو يعني شنو مارك من شنو اي نيد يور سبيسيفيكيشن والفاريشن بتاعه مارك شنو مارك فولتج مارك كرنت الريت بتاعه شنو فريكوانسيز مارك شنو قدر شنو ها ان سو ان سو انا بستلم منك كده بطلع كده ده بيستلم كده بطلع كده تيس بيج تيم الحاجات دي ما صعبه يا اخوان وقت افيلبل يعني اقول لكم ليت اس هاف ا بيج تيم عشان تو ديزاين سيرتن بيج بروجكتس وشويه جريشات يعني ما شيء كثير عشان نشتري بقى الكومبوننتس يعني عشان ندي الطلبه حبه جريشات دي ما تاثر زي ما قبل تكلمنا في الام 3 تذكرها دي كمان هم اديناهم كده فالمهم الاسرائيليين عاملين طياراتهم برام اسمها جلف ستريم زمان كان اسمها الاواكس مش كده بتاعت الامريكان طياراتهم اكبر وعملوا حياتها اكتر وكده وبتاع فالمهم هم الجلف ستريم بتاعتهم الجاي قلنا كتبناها هنا دي اسمها الجلف ستريم فيها الكترونكس كتير فيها برضه سيستم بتاع رادار وكده فدي جت اول حاجه قاعده في السماء الخرطوم فوق 40 50 الف في قدم ما في جاب خبرها و استلمت الحركه الجويه استلمت الحركه الجويه في طياره قبل الضرب طبعا جات برضه قاعده السير بتاع الطيارات المختلفه السرب الجاي ذاته فيه قاذفات قنابل كويس اللي هتضرب الهدف وفي وحدات حراسات القاذفات لان يعني القاذفه بتاعت القنابل دي ما بتقدر تشتبك اذا في لاي سبب نحن رسلنا طياراتنا الميك 29 لن تعترضها في عندنا 29 بس مدربين ما مدربين دي يعني فاذا قمنا رسلنا الطيارات عشان تعترض القاذفات القاذفات ما عندها هنا في طيارات مقاتله حاميه السرب بتاع القاذفات يعني المقاتلات طائرات عشان يحموا القاذفات لكن بعد ده العزاز شنو وقود ففي تانكر طياره كبيره ضخمه جدا يشيل الوقود عشان تزود الاسطول ده فتخيل كميه الكنترول والنافيجيشن والمانجمنت لسيستم زي ده بعد كل طياره بتجي عشان تاخد الوقود في وصله تيجي مارجه زي البتاع بتاع الصرصور ده كده فحاجه صعبه في الهواء فوق الطياره دي معلقه في رياح في كده كده لكن لازم الضرب بتاع الطياره اللي بتسقي تك تجي تركب محل الخزان بتاع الوقود بقى الخزانات بلوفه دي هناك اذا فتحت فيها هواء في بريشر الجوه ممكن يطلع بره لانه البر لس بريشر لس شديد جدا فاذا اي خطا حصل بش 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 زي البتاع دي بتاع اللسك العجله وبتاع هنا ده ف يعني هتروح يعني مش ليه يعني فالاكيورسي والبريسيشن وكده لازم بريسايز الاثنين يدخلوا في بعض بعد ده في برضه كنترول عند الطيار فوق جوه بتاع الوقود يكون في العدد منهم ولما الخزان يتملي برضه اوتوماتيكلي المفروض تجو سيجنال من الخزان ملا بعدها اوتوماتيكلي يقفل بعدها حتى يقوم يسحب الباوزر بتاعه كل الطيارات اللي جات عدد كام اي دون نو لكن المهم الجلف ستريم دي شال الالكترونكس عشان تدوم الارشاد فوق وفي نفس اللحظه عارف الترافيك الطياره هتيجي جايه في السودان يا تلماشه يا كده بيسمع الترافيك كنترول بتاعنا هنا بتاع المطار وبعد ذاك في جايه طياره الكي ال ام جايه نازله نزلها قبل العمليات بربع ساعه وبعدها طوالي في اللوفت هانزا نازله بعد اللوفت هانزا هتعطل عملياتهم تخيل بتاع الجلف ستريم ده ادي اللي بتاع اللوفت هانزا رجعوا وشندي قال له في عمليات عسكريه طبعا الطيار ما عارف الناس بتفتكر الجيش السوداني عنده عمليات عسكريه وبتاع المطار حقا برضه افتكر ده الجيش يعني عنده عمليات عسكريه فرجع اللوفت هانزا رجع لمنطقه شندي وهو هنا الحركة أي طيارات جاية عابرة وكده يتأكد إنها ما جاية في المنطقة بتاعت التفجيرات وكده بعد ما ضربوا وكسروا وكده رجع الترافيك العالمية الماشية العابرة ومشوا ولما هم قالوا وما صرحوا بس يا رئيسهم عمل التسريب يعني حسنا ذاته نمشي نشتكي منه ما عارفين يعني ما عندنا مش كده ما عندنا يعني بيناتها إيفيدنس مش نقول والله الدولة الفلانية اعتدت على ممتلكاتنا فالالكترونيكس عامة انكلودنج الكنترول از سب سيستم وكده مجال مهم يا اخوانا بقى فيه سيادة وادى الانسان مقدرات ضخمة جدا يعني كل هذه المقدرات الفائقة انها تكون شغالين طايرين على 40 الف قدم 30 الف قدم ويتحكموا في الانجينيرنج بالشكل الرهيب ده كله اتمينز مطلوب منكم يعني عشان في الحقيقة تشوفوا مقدار التحدي قدامكم انتوا هتواجهوا ناس شباب زيكم هناك بيشتغلين في نظم وسيستم زي دي في الشيت نفسها ذاتها هتجد عامل لك سيكونس يعني لعدد من الاكزامبلز الشيت دي كويسه جدا يعني انت
اطلع على حاول افهمها لما نمشي قدام في الديزاين وكده حتى حتبدا تنفعل معاه، لانه كده كده بنقدر راجعين عليها. اداك امثله كثيره، الديسك الموتور اللي جوا في الكمبيوتر يعني الهارد ديسك يكون لافي بسبيد عاليه جدا جدا، عشان يعزل السيكترز لازم يكون ستيبل، لازم في بريسيشن مش كده، عشان كل ما يقرا السيكترز تعرفين طبعا جوا السي دي ولا الهارد درايف ها مقسم كيف ها، فيه سيكترز كثيره، الداتا تكون واحده هنا يجوز يكون في واحد منها هنا مش كده، هنا كده، فجوا لو زول شاف الهارد درايف ده لافي كيف بيات بسرعه وكده، وكل مره بيقف في حته عشان يقرا بالليزر، يعني الاكيورسي كنترول سيستم، الكنترول لازم يكون ما فيه جيترنج، يعني جيترنج كيف؟ يعني البتاع ده لافي سريع جدا جدا، كويس؟ فانت لازم توقفه لازم بس يقف. يعني اذا هو كان لافي بسرعه معينه سبيد معينه وانت جيت توقفه لازم بس يقف كده، انت ما عاوز يقف كده، يحصل فيه نوع اهتزازات، او زي ما كانت العربيه الكبيره مثلا اللوري لما توقفه كده يعمل كده مش كده كده حتى تقف، لكن انت عاوز حاجه طوالي بني سويتش اوف او تدوس الفرامل وقفت يعني almost like zero time عشان يجي قدام السيكتر ويقدر يقرا read next move very fast speed and so on. هتجد في example للشغلانة بتاعت ال rotating disc والدي سي موتر، موتر بقت مواتر معقدة جدا جدا، حتى الكاميرات دي بتاعتكم الصغيرة شايلينها دي يعني بقى فيها موتور جوا عشان يحرك ال and so on. ال quite a number of examples في الشيت المطبوعة دي، واتمنى انكم تقروها بعنايه في ميكانيكال في فلويد ميكانيكس في طيارات كنترول بالرادار او المعدات اللي بتنزل في مارس. طبعا شفتوا كلكم شاهدتوا طبعا البتاع اللي نزلت في مارس دي مش كده، المركبه البريه دي حاجه رائعه خلاص، يعني السيموليشن مطابق بالضبط للشيء الريال اللي حصل، يعني والله مبالغه، يعني مش كده حاجه رائعه شديده، هي رائعه شديده. كويس ده يعني نجي للسيلوز بتاعنا شويه شويه، نجي نتكلم عندنا بعض السيستمز وبعض التعاريف، يعني بعض التعاريف عشان نتاكد منها، في مراجعه لهذه التعاريف ريفيجن لعدد من الديفينيشنز. linear system قول linear system وعندنا ال non linear system. هنشوف بعض الاكزامبل اليوم، يعني يجوز انك في الكهرباء اسرع حاجه لما يكون عندي اندكتر، يكون عندي اندكتر بنرمز له ب L تمام، او بنقول L دي اي باي دي تي إذا في كارنت ماشي فيه I. طبعا عارفين كلنا هو ايديلايزنج، نحن بنعمل ايديلايزيشن للاندكتر، لأنه الاندكتر ده فيه R، أيوه عليك نور، فيه R. وفيه كاباسيتنس برضه I أوفر C، مش كده؟ لكن لما تيجي تعمل الإمبيدنس بتاعك كله Z يساوي R بلس اوميجا ال مش كده بلس 1 اوفر اوميجا سي، تيجي توجد الماجنتيود بتاع الشغلانيه دي وفي الرينج اوف اوبريتنج فريكونسي، يعني برضه الاوبريتنج فريكونسي از فيري امبورتنت، اذا شغال في جيجا هرتز يو كان نوت اجنور ذيس. بالذات انا هسه عملتها كانه ان سيريز ها، لكن انا حاسس المفروض يكون ان بارلل صح؟ يعني الاي الار بلس الاوميجا ال ده المفروض اضربهم في 1 اوفر اوميجا سي مش كده؟ اوفر مش كده؟ ار بلس اوميجا ال بلس اوميجا سي. المهم انت عرفت انديلك باكسبريشن كده شيل، لكن سيبك منه، ف ليت اس بس كونسنتريت اون ذيس.
اذا شغال في very low frequency يبقى الترم ده كبير صح، الترم ده بيبقى كبير والجزء ده بيبقى صغار الاندكتر بتاعك ذاته، لان الاوميجا دي هنا صغيره صغيره في كبير it doesn't matter. وهنا ده اذا tending to zero برضه ممكن يعمل لك مشكله. الار عاده ذاته صغيره عشان كده تبقى الكواليتي بتاعت الكومبوننت الاندكتر بتاعي ده المشتريه. انت في اندكتر ممكن تعمله في المعمل في اللاب، جيب سلك بتاع النحاس تلفه بيبقى اندكتر، تدى النمبر اوف تيرنز وكده وتدخل لها حديده جوه وبتاع. كنا بنعمل حاجه دي، كنا بنعملها في اللاب بتاع الكترونكس مع الازعاض والجماد اللطفي وكده. لكن كروت شغل كروت يعني شغل فريكونسيز العاديه 20 ميجا هيرز وكده وبتاع. لكن اذا انت شغال في المايكرويف في الجيج وكده الكومبوننت تكون هاي كواليتي، مش كده؟ تكون هاي كواليتي، تكون عارف انه فعلا انت زي اندكتنس ما فيه كاباسيتنس عالي، ما فيه ريزيستنس، الكواليتي بتاعت الكوبر الى اخره، وهكذا برضه الكاباسيتر وان سو اون اند سو اون. زي ما المره فاتت تكلمنا عن الترانسميشن لاين، هو طويله وقصير بيحددوا شنو؟ حددوا الفريكونسي شغاله. اذا ما انتبهتها حتجد السيجنال حقتك راحت. صار لها اتنيويشن. هاي اتنيويشن. الفريكونسي وكده كلهم مدخلات في بعض. فبيبقى نحن في اللينير سيستم يعني وي ابروكسيميت ثينجز. بالذات اذا كان عندنا مثلا في الميكانيكال عندنا ماس كتله هنا وهنا السبرينج كونستانت وهنا ام جي مثلا الويت بتاعه او في فورس ثانيه هنا يو الى اخره. فنقول والله السبرينج ده ايديل سبرينج وتبقى الفورس اللي فيه الريزيستنس تبقى كي بروبوشنال، او اقصد الفورس هنا اف دي اف بروبوشنال مع اكس اذا كان ده الديستنس بتاعتي اي ميجر displacement x is proportional مع x ودائما f يساوي minus k x لان acting opposite. اذا انا قمت استعملت فورس جريت السبرينج كده السبرينج بيكون جواه فورس ماشي وين؟ عكس الثاني. عشان كده الزول بيتريض بالياي لانه بيجزيرت فورس اجينست المسلز بتاعتك وتتناسب مع الاكستنشن x linear. اذا linear system واسيوم ات linear انه جاي سبرينج كويس وكده في حد معين، لكن اذا في حد منطقته بره شديد كده بيبقى العلاقه ما لينير. اللي ده برضه بيحصل هنا اذا كان عندي هنا برضه سبرينج وكان يعني اي اسيوم انه في نون لينيرتي هنا يبقى كده يبقى ديبند اون اكس. وهنا ايه داز نوت كي داز نوت ديبند اون اكس ذا ريال كونستنت. لكن لاي سبب لو قال لي كده بيعتمد على انه مشدود قدر كم خلاص يبقى ده نون لينير سيستم. برضه في السيستمز بتاعتنا بتاعت الكنترول عندنا حاجه اسمها لامد عندنا حاجه اسمها ديستريبيوتد لامد سيستم. وهنا عندنا ديستريبيوتد زي الحكايه ترانسميشن لاين ممكن اعتبره بس عنده ريزيستنس مش كده ار انزل زيت او ممكن حتى ازيد له شويه اندكتنس از ا هول ثينج كل ال بتاعه زي عندي ريزيستنس بير ديستنس يبقى التوتال ريزيستنس بتاعته بتساوي ار ال. واذا كان هنا ديستريبيوتد يبقى هنا يعني ال ان ذا سيستم يبقى ار دي اكس مش كده زي هنا دي دي اكس عشان اعمل له انتجريشن اند سو اون. يبقى ده ديستريبيوتد والديستريبيوتد ده بيكون سيستم اوف بارشال ديفرنشال ايكويشن. نفس الحكايه اذا في الميكانيكال في الاستراكشر اذا عندك كوبري البريدج ذا هول بريدج فيا اعتبرت البيت كله هنا دبليو والعربات اللي فيه كلها تمثل دبليو او اذا ديزاين دقيق ستيج معينه يبقى لازم اخذ بير يونت لينس مش كده؟ وبعدها بكون برضو الديفرنشال اماونت وده ببقى ديستريبيوتد انه اخذ ديستريبيوشن الويت يعني بدل الكمر ده ذاته الويت بتاعه ديستريبيوتد. سم تايمز اي كان تيك ات لامد سم تايمز اي كان تيك ات ديستريبيوتد ديبيندز اون ذا بروبلم. في عندنا برضه كونسيبت ثاني باللمد طبعا احسن معظم شغلكم في الكهرباء بتشتغلوا باللمد
يعني بتكون شغال بانه السيستم ايوه. احيانا تشتغل ب الديستريبيوتد بالذات في الترانسميشن لاينز. ترانسميشن لاينز يعني sometimes you work with a distributed. برضو stationary system. وال stationary system وأمان stationary. فهذا يكون عندك مثلا جردل بتاع موية بترفع فيه الى اخره. ده stationary ما في حاجة المشكلة. لكن يكون عندك جردل بتاع موية فوق خرم الموية كابة وانت بترفع فوق لفوق هنا الماس متغيرة صح؟ ايوه الماس متغيرة مع التايم. فده بيبقى نان ستاشنري او زي النويز في السيجنالز. عندك في النويز في نويز نان ستاشنري اللي هو طوالي زايدة مع الحرارة. اذا الحرارة زايدة النويز مرتفعة او ملتبليكاتيف الى اخره. او مرات جست وي اسيوم النويز هي ستاشنري. يعني كل واحدة بتعمل امبليكيشن رهيب. اذا قمت استعملت موديل والنويز فيه نان ستاشنري يو جيت رونج ريزلتس. عشان كده الكالمان فلتر بيتعامل مع النان ستاشنري نويز. كلمتكم عن الكالمان فلتر درسوا كالمان؟ تدرسوا سنة جاية؟ ها؟ ادرسوا خمسة. هتدرسوا في خمسة؟ احتمال كبير اي. الكالمان بيستعمل مع النان ستاشنري. الفينر بيشتغل مع ستاشنري. إذا كنت اشتغلت الفينر ده يتطبق في حتة نان ستاشنري نويز نان ستاشنري يو جيت رونج ريزلتس. لكن ممكن تحول يو كان ترانسفورم النان ستاشنري اند برينج ات ستاشنري. تعمل شوية ترانسفورم لينير ترانسفورميشن اند يو ريموف يو تيك السيزونال ريزلتس او يو تيك الموفينج افريج بارت. أخذت الموفينج افريج الفاينايت امبلس ريسبونس فلترز والانفاينايت ريسبونس finite impulse response or infinite impulse filters. ها واحد فيهم الموفينج افريج المتغيره باستمرار وفي واحد السيجنال نفسها متغيره. السيل يو كان ريموف بارت السيجنال تبقى المعادله بتمثلها كانها تيز نون ستاشنري. وبالتالي ممكن تطبق الستاشنري كوبال. يعني تعمل الستاشنري الستيشنري ميثودز دائما كويسه ايزي ستريت فورورد وكده. ماني تايمز اتس ايزي. لكن بعض الناس يقول كالمان فلتر واشتغلوا فيه كثير جدا. فالكالمان فلتر بقت فيه باكجز تساعدك و الى اخره. عندنا برضه ديترمينستيك وعندنا راندوم فاريبلز نون لينير برضه ممكن. وهنا في عندنا هتكون خطى العكس عليها الراندوم. راندوم سيستم اور ستوكاستيك. ديترمينستيك بيكون ساين اوميجا تي ما تعرف كوساين اوميجا تي اي ماينس كي تي الى اخره. كل الحاجات انت بتقدر تحدد الكوانتيتي بتاعتها ماثيماتيكالي او عندها فانكشن. حتى الناس شاين وكوشاين والحاجات العجيبه ديك كلها داخله في الديترمينستيك. الراندوم نكون ديسكرايبد باي الاستاتستكس والبروبابيلتي والاوتو كوريليشن فانكشن وكده مشتقاته. تاني برضو عندنا الكونتينيوس وعندنا شنو؟ سامبل. كونتينيوس يكون عندنا سيجنال مستمرة أو هنا سامبل. إلى آخره. دي البتاعات من ربع. طيب الهارت اوف الكورس بتاعنا
انه يهاف سيستمز. دائما عندنا سيستمز هنا نسميه البروسيس. الحاجه اللي عايزين يعني نتعامل معاها او البلانت او يسموه البلانت وكلها اسماء يعني شباب. يكون عادة هما system to be controlled. يكون عندنا حاجة مكنة وينش طيارة صاروخ مدفع قمر صناعي whatever it is. ده هو system بتاعنا. system ده في input وفي output. أنا عشان أقدر أتعامل مع السيستم لازم أعرفه مش كده؟ have to know what is this. عشان أعرفه معناتها لازم أوجد شنو؟ إحنا قلنا اللغة اللي بتتكلم بها مع الطبيعة ما هي الطبيعة ذاتها لكن حسها أبلع كده ساكتة. يعني نفترض إنه ربنا أدانا كشفنا لغة نتكلم بها مع الطبيعة so far. اللغة دي شنو؟ طبعا كنا نضحك على جماعتنا السوفت وير يضحك على بتاعنا الهارد وير. قال بتاعنا الهارد وير عاوزين يبنوا حاجات عشان يطلعوا يشوفوا السماء يتكلموا مع القط. يعني فكره قديمه طبعا فرعون مش حاول مش كده. يعني قال لها همانة ابني لها الصرحه حتى لو بنى الصرح مش كده كانت هتلاقي مشكله مش كده. طبعا بيحكوا على اساس السوفت وير هتلاقي مشكله. في واحد عارف المشكله شنو؟ What is the language مش كده؟ انت طيب انت فوق هيتكلم يا طلغه. سلام عليكم اللانجوج يا What is the language يا؟ طبعا اللانجوج كلنا مغرينا مخلوقه كريتد مخلوقه ما في زول عمل لها ديزاين الا اللغات حقتنا بتاعت الهاردوير وكده الفورتران والباسكال والجافا وكده عملنا لها ديزاين لكن برضه سارقين الفكره الربانيه بتاعت الكريشن وكده. فهنا لازم انا اجد اللغه بتاعت التخاطب. اللغه بتاعت التخاطب بتاعتنا مع الطبيعه سو فار هي الماثماتكس. ماثماتكس سو فار از ا لانجويج whenever we run short ما قادرين نتخاطب مع الحكايه ماثماتيكالي تكون عندنا مشاكل. صح بنجرب شخطك بختك بالتجربه بالخبره بكده بكده عشان نقدر يعني زي ناس بتاعنا البيولوجي وكده مثلا او حسب مثلا في الميديسين الادوات الدياجنوستيك كترت الدياجنوستيك لكن مصممه من ناس مهندسين وبيساعدهم برضه اطباء شاركوا فيها وكده يقرا اهتزازات المخ حقك يشوف البريشر يشوف الصدر كيف ياخذ اكس راي معناتها في ديجيتال فيجرز صممت لكن من لغه الماثماتكس برضه عشان اخذ الاكس راي ولا بتاع المقطعيه مش كده ولا اخذ الرنين المغناطيسي ان سو ان سو دي كلها تولز عشان تساعدك انك تتكلم مع الشخص اللي قدامه ده شوف المرض بتاعه شنو في حجار في بتاع المهم يعني دمه ماشي كويس في وريد قافل الى اخره الى اخره عشان تساعدك. بس نلقى تولز التولز بتاعت الديتكشن بنقدر نحن طوال نتعامل مع البروجنس. وينيفر نحن ما نقدر تو ريبريزنت الحياه ماثيماتيكالي بيكون دائما عندنا صعوبات زي الانسان. الانسان فيري نون لينير يعني عشان كده حتى زي الناس الاقتصاد والبوليتيكال سيستم وكده المشكله الكبيره فيها لانه الانسان هو محور والانسان يو كان نوت بريدكت cannot predict. لو كان قدرنا نعمل حاجه زي دي كان بتسهل ذاتها مش كده حاجات كثيره انك في حاجه اسمها سايكومتريكس يعني السايكولوجي ده حاولنا نحاول الشكل ده يعني عايز تشوف مثلا الشخصيه اللي معاك ده انت تقدر تعيش معه ولا ما تقدر تعيش معه مثلا كده حاجه صعبه جدا لكن يقول لك الحكايه دي شخصيتك بختك مش كده بتيخ يا طلعت تمام يا طلعت تتعايش معاها مش كده او يعني لانه عندنا اجهزه بس مش كده يعني ما في اجهزه تقدر تو بريدكت او تو ميجر انفعالاتك انطباعاتك بتحب تقرا انت اللي ممكن في حاجه تحبها بعد شويه ما تحبها ان سو اون. المهم نرجع للحته بتاعتنا الاساسيه انه اي ماست نو ذيس اي ماست نو ذيس اف اي ونت تو كنترول ات اف اي ونت تو بيهيف ان ا سيرتن واي اف اي ونت تو بيهيف ان ا سيرتن واي اي ماست نو وات از ذير. فيا عرفت السيستم بتاع الديفرنشال ايكويشن بتاعه مش كده في التايم دومين اوتبوت ذات واي تايم دومين بتاعه سموه جي اوف تي مش كده تايم دومين
أو so far بيكون system of differential equation. مش كده؟ system say put it that way. partial ولا lambda ما doesn't matter. لكن أنت عشان تقدر تعرف أي system إذا كان mechanical إذا كان chemical إذا plants إذا اختصاص زي جبال داك ولا كده I should find a mathematical representation. صح؟ for that system. once عرفت mathematical representation معناتها عرفت إنه how it behave for different inputs طيب يعني إذا كان بقيت عندي equations say dNy by dt n plus an minus 1 dn minus 1 y by dt n minus y plus آخره plus a not y يساوي certain function b بقى عندي system the differential equation put it that way for sake of simplicity and it is ordinary in order differential equation على system ده بحله for different FTs عندي two حل مش كده عندي two solutions y يساوي some y على نظر سم واي الواي يتوي اللي ياته يا بالضبط كده في particular في complementary او هنا سميها natural ايوه ده هنا سميه forced اسهلين ايه ده ناس الماسماتيكس هم بيسموا الحركات التانية دي complementary particular دي engineering you have to be clear بالنسبة لي الناتشورال ريسبونس ده لما ما يكون في اي انبوت هير وان ات زيرو بس الماثماتيك بيسموها هوموجينيوس بس هوموجينيوس ايكويشن تتحلى عندها ان سوليوشن صح لانها تز اوف اوردر ان لكنهم كلهم يو كان كومباين ذم لينيرلي ثرو ان كونستنت وان ان كونستنت يو كومباين ذم لانه في لينيرتي كل السوليوشنز دي بتكون هي مجموعة مع بعض يكون عندك C1 E مثلا ألفا 1 T مش كده plus C2 E ألفا 2 T plus زي general form بعدك من ال natural هنا ده بتقول إذا كانت sine و cosine برضو sine و cosine أخرى ممكن تفكهم لـ E's مش كده الـ E is a natural logarithmic thing بيمثل حاجات كثيرة يعني الساين والكوساين والشاين والتشاين كلهم ممكن بالاي تقدر تمثلهم طبعا يا اخوانا يعني الاي ده ذاته حاجه فيلم تاني مش كده وات از اي ناتشورال لوغاريتم احنا شغالين بيه كيف يو ثينك اوف ات حاجه تحير مش كده تيس 2 بوينت حاجه زي ما قلنا كل لقى كيف صبر على كيف لقى العلاقات بتاعتها اللين بتاعه مش كده وحي وحي ماشي ما في اي طريقه يعني ما ممكن يكون مش كده يعني هاي هاي وصا عملوا بلوتينج عملوا بلوتينج وجمعوا داتا فهو يسموه ناتشورال لوغاريتميك لانه في ناتشورال بروسيسز كثيره بيهيفز ان ذات واي ليتر اون حنشوف التايم كونستانت وعلاقه التايم كونستانت ب 0.63 وكده الى اخره اخره يعني هم طبعا قوه الملاحظه برضه بتلعب دور كبير لكن هم زي بلوت البلانس بتقوم كيف البيهيفير بتاعتها كيف عندهم الصبر طبعا في بروسيسز كثيره يعني ميكانيكالي الكتريكالي الى اخره الى اخره بتتبع الكيرف بتاع فسلام لو بلوتين كده لكن برضه الستيل فيها مش كده عشان يلقى اي دي بالذات مش كده والاي دي اخرها تستجيب للخوارزميات وللديفرنشيشن بتاعها مش كده وكده يعني اكيد وطبعا زي ما قلت لكم حكيت لكم عن رامنجونا مش كده رامنجونا الولد الهندي يا اخي معقول رامنجوان ده ولد هندي فقير من غير فقيره جدا كويس لكن بيدي سيريز بتاعت ماثماتكس بانج 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 من راسه كده كويس والكلام ده ما قديم يعني ما تفتكروا حاجه في الهنايه يعني فرامنجوانا قام كتب لي هاردي طب تعرفوا الهاردي الهاردي سبيس مش كده تعرفوا الهاردي سبيس كتب لي هاردي هاردي كان قاعد في كامبريدج كويس
هارد سبيس، هارد سبيس مهم جدا، هارد سبيس تكون درسته طبعا، لكن بس ما في زول لما يروح في الكهرباء بدون الهارد سبيس انا مش وين. فالمهم الهارد سبيس، الهاردي بروفيسور هاردي معه ديراك، ديراك برضه كان معه. كلهم كانوا قاعدين في كامبريدج، وفرمانجوانا قام كتب رسل لي هاردي وكده، هاردي اقدم من ديراك. ففي الاول اهمل الشغل بتاع ولد من الهند، قريه فقيره وبتاع، وقتها كان بريطانيا الامبراطوريه ما عليه يعني اساطيل ماليه العالم، جيوش بتاعتها محتله من القاهره لراس الرجاء الصالح، من الجزيره العربيه انكلودنج الهند اجزاء من الصين مش كده، محتلين استراليا، امريكا الشماليه بي كندا معاهم مش كده. ولد هندي رسي اللي عايز يكتب في الساينس بتاع الجمال عتاوله دي، لكن قال شيء قام ينتبه هاردي، لكنه فعلا الودة محير جدا جدا. فقام رسل له، عمره كان عشرينات، رسل له وجا في كامبريدج. فرمانجوانا عنده نظريات لا تحسن ما في وقت يبرهنها، يعني هي صح تجربه بالارقام وبالاعداد وكده هي صحيحه، لكن يعني البروف لسه ما موجود، زي بتاعت الاكس ان بلس واي ان بيساوي سي ان كويس. فعشان ده اللي بيقول انتجرز الاكس والواي والسي انتجرز فور ان جريتر ذان 2 ما في بروف، ما في بروف، لكن اقل طبعا سهل مش كده، فيثاغورس مش كده، اذا قلت الثلاثة بتسعة مش كده زائد 25 ولا كم اربعة مش كده، أربعة الأربعة سكوير معياتها 16، الثلاثة مع الأربعة سكوير بدينا 5 سكوير، أكثر من 2 ما في بروف. إذا إن بقت بروف إنه إنه جيني إنتجرز، ممكن يكون في راشونال نمبرز، لكن هو بدي انترست في الراشونالز بالذات في الشغل بتاعنا بتاع السكيورتي والانكريبشن وكده، وي دونت لايك الكسور والعشور وكده، وي نيد انتجرز. لكن ما في زول قدر يبرهن الحكايه دي انسان الا جرب تجرب تجرب وكده، لكن ما في جنرال بروف. المهم يعني رونجوانا ده عنده حاجات يعني مشكله جدا، نظريات مهمه جدا طبعا كان في الانجينيرنج ولا في الماثماتكس. ورونجوانا المهم طبعا ما قدر يتحمل، الدنيا كان يعني البرد وكده، وجاي زول فقير من الهند وكده، فمرض ورجع الهند وتوفى صغير يعني 29 سنه وكده يعني. لكن كان وقتها كب عدد من النظريات واشتغلوا فيها ناس كامبريدج في شيء دسوا في شيء يكون خبطوه بتاع. المهم يعني فده كان بيقول انه بيشوفها النظريه شكله بتاع الحكايه وحي. طبعا سيدنا محمد لو كان قال الكلام ده العرب زمان الهام ايوه الهام او اسمي اي شيء قاتل يعني حاجه محيره يعني هو حاجه ربانيه طبعا بالضبط كده يعني شيء ربنا وسائله كثيره ربنا يعني انفاينايت مش كده وسع كرسيه السماوات والارض مش كده ولا يحطه مش كده شنو المهم برضه هنا تكون في صغير ريمان ريمان برضه صغير عندنا ريمان سيرفيسز عندكم في البس في الكومبلكس ايوه التكامل كل السيرفيسز طبعا الشغل بتاع ريمان ده اينشتاين بدونه ما كان قدر يوصل الشغل بتاع الريلاتيفيتي لانه اينشتاين وقف عاوز ماثيماتكس يعني يكون يشتغل مع المنحنيات الكلام ده كيف؟ يعني انتوا حاسه كلكم المثلث عدد الزوايا بتاعته بيساوي 180 درجه صح؟ مجموع الزوايا الداخليه بيساوي 180 نظريا لا يمكن ان يزيد ولا ان ينقص صح؟ لكن ده وين؟ في حته مستويه الاقليديسيه هندسه الاقليديسيه لكن الهندسه بتاعتنا كلها نان اقليديسيه حقيقه يعني لو تطلع في الكره الارضيه وكده فالمثلث ممكن يساوي اي شيء يعتمد على المثلث يعني اذا كانت دي الكره الارضيه كده تخيلها في مثلث منبعج كده يعني انت ماشي في سطح فالزاويه ممكن تكون حاجات كبيره جدا يعني او ممكن يكون العكس كمان ممكن يكون المثلث ابو كده هنا قال لي 180 ما في حد تبيد على شنو السيرفيسز دي من الاول كيف
فريمان ده اشتغل الماثماتكس اللي بيعمل الشغله دي وفات خلاها طبعا. ده الناس عجيبين جدا. فاينشتاين قام يتحرك من بازل في سويسرا وكده، لقى وظيفه في برينين في المانيا وكده، وجا ف قام قال لهم في ماثماتكس بتاع ريمان وكده كده. المهم يعني فعلا واحد قام يشتغل فكر الريليتيفيتي بتاعته وقدر تو هاندل كل الشغل بتاعه بتاع الماس وكده. لكن برضه ريمان ده كان اصغر واحد يقعد في الكرسي بتاع الماثماتكس في المانيا بعد جاوس. جاوس كان صعب جدا، كان اروغنت فقر جدا قالوا انا شفته. فكونه جاوس يقتنع بولد صغير يبقى هو البروفيسور يقعد في الشير وكده كانت حاجه نادره جدا جدا. لكن برضه ريمان مات صغير 39 سنه وكده. ومعظم يا جماعه العباقره ديل زي داي فيري ايرلي. المهم نحن نيجي للحته بتاعت السوليوشن بتاعت الديفرنشال ايكويشن واللينيرتي والسميشن، وانه الهوموجينيتي لما دا يساوي زيرو زيرو از سوليوشن فور ذيس سيستم. السوليوشن سميناه ناتشورال ناتشورال ريسبونس. وات از ناتشورال ريسبونس؟ Natural response, it means this system, whatever you put input or don't input, لو هبشته بأي حاجة في جزء ده لازم it has to behave that way. يعني انت خدت نوع من الانبوت it doesn't matter. خدت كل انواع الانبوت still في part natural مربوط بالdifferential equation وشكلها ده لازم يكون موجود يكون ظاهر. الى اخره. انه كلهم فيهم الديوايات لكن الكونستنس البره دي بتلعب الدور الكبير. واحد يعرف الكونستنس البره دي الناس A N A N minus 1 ليه بيلعب الدور الكبير؟ طبعا انت عشان تحل الايكويشن دي F of T equals 0 وعاوز توجد الجماعه دي بتعمل شنو؟ فرض دي. ها؟ عشان اي قدر الالفاظ دي عشان اي قوم ده بيمثلوا المود بيمثلوا المود بيمثلوا البيهيفير بيمثلوا المود اوف ريسبونس. كل الفا من الالفاظ دي بتمثل مود معين اذا ساين ولا كوساين ولا جروينج ولا ديكلايننج ولا كده. اول ذيس الالفاس انتوا عارفينها بس ذكروا بالراحه. الالفا دي بلقاها من حل الايكويشن دي لما تساوي زيرو بيسمها شنو؟ بيسمها شنو؟ كاركترستيك ايكويشن. بيسمها كاركترستيك ايكويشن او مور ستريننتلي بيسميها الايجن فاليوز. بيسمها الايجن فاليوز. ايجن كلمه المانيه لكن بتعني برضها كاركترستيك تعني الخاصيه. لكن بيسميها المعادله ما ترجع بتاعتها شنو بالعربي؟ مش درسوا بالعربي شويه انتوا؟ بس الاسكول هناك بيهتموا بالحاجات دي كويس. الخاصيه او الذاتيه المعادله الذاتيه بتوجد الروتس. دي الروتس الالفا دي الروتس بتاعت الاوكزيليري ايكويشن. انت بتوجد اوكزيليري ايكويشن مش كده؟ انت يو اسيوم الحل بيساوي واي ناتشورالي بيساوي الكلام ده. يو ديفرنشيت ان تايمز زين بتعوضه فيها زين يو كويت تو زيرو. Then you find the roots. The roots بتديك الالفا زي. طب الكلام تدرسه؟ لكن حاسس عشان تهضمه عشان تتعايشه عشان تقدر تشتغل كنترول ما ميكانيكال. الحل الميكانيكال ما فينا. You must understand what you are doing. How this differential. لانه now we need to know the behavior. That system بتاع اللي مسحنا قبل ده هنا. It means I have to understand what is this alphas. What is this constants. What is natural frequency. Response. When I am solving equation or system of differential equations, it means I am finding behavior. How these things are behaving. بنطط كده بنطط كده. It means this is the way. Few parts is, يعني whatever you input you put, still is going to be there. وفي part, اللي ده كله مثلناه في G. قلت هنا. انه G of T الريسبونس بتاع السيستم.
لسه ما اتكلم عنه يعني جي دي خلاها هي تمثل التايم بيهافير اوف ذا سيستم تمثل ذا ناتشورال بيهافير وات انبوت يو بوت هير زيف اوف تي سمثينج ديفرنت اذا عاوز الاوتبوت حق هنا يبقى الاوتبوت اذا كان واي اوف تي هنا مثلا يساوي من الاسباب يبقى بيساوي الاف اوف تي دي مضروبه في نقدر نضرب التايم فانكشنز او نقدر اشياء بنعمل شنو ممكن نضرب لكن ايوه كونفليوشن تمسك كله تايم تقعد تعمل له التفاف 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 حكايه طويله جدا معقده جدا جدا عشان كده بتجي حاجه ثانيه برضه ميستيكال حاجه سحريه جديده شغل في التايم دومين صعب عشان تقعد تشتغل بالديفرنشال ايكويشنز وانتجريشن ومرات ديفرنشيشن مع انتجريشن ها وكده يعني ما حتنتهي ما تصليش فبتقوم تعمل ايه؟ ترانسفورم تعمل الترانسفورم فجاء انقذنا منه العم منه لابلاس هو فورير ولابلاس زي بعض لكن الفورير بيبدا من ماينس انفينيتي مش كده؟ الانتجرال ماينس انفينيتي اب تو لابلاس بيبدا من زيرو فنحن في الانجينيرنج دائما نبدا من زيرو ماينس انفينيتي مرات بنمشيلها لكن المعنى بتاعها صعب شويه وات از ماينس انفينيتي ف لكن مثلا we want to get the concept of the link of a system system under study system of behavior في الاول I have to find طبعا انت في المرحله دي صاحبي طوال من نفترض انه السيستم موجود وكده في كورس تاني بتاع ماثيماتيكال موديلنج ده كيف نوجد الموديل itself that's a different thing المفروض يكون في السنه قبل ان ناخد كورس تاع ماثيماتيكال موديلنج كيف نوجد الموديل للاجهزه بتاعتنا المختلفه وكده لكن ناخد موديل بسيط ل فيرست اوردر سيستم شوف بيشتغل كيف فاذا عندنا ايضا كاميرا هنا وعندنا تانك هنا في مويه كابه برضه هو مكدود هنا في مويه كابه هنا كان اكس اوف تي الستيت حقته اكس اوف تي سماه الستيت وده هنا يو اوف تي فانكشن input فالمتعدل المتغير الحالة هنا dx by dt هي function of x of t ذاتها الحالة و u of t و t الزمن طبعا العلاقه بتكون وي نيد تو لينيرايز احنا في الانجينيرنج زي ما اتكلمنا دائما وي لينيرايز ثينجز فرقنا من الناس الماثيماتكس وي لينيرايز ثينجز لانه الحياه كلها نون لينير اللينيرتي دي واحده من اهم التولز الموجوده في الانجينيرنج ثبت لنا بالتجربه الان سو فار انه وانس وي لينيرايز السيستم ثينجز وركس يعني كل حاجه مصممينها المكنات الطيارات الصواريخ الكباري العمارات الماكينات المختلفة إلى آخره إلى آخره في الحضارة حقتنا إحنا عايشين فيها دي إنه ال willingness things نقدر نعمل non linear non linear problem يا إخواننا دائما الحل بتاعه unique يعني ما بتقدر تكرره في مسألة تانية يعني it's not a generalized solution ما generalized ما حل عام الحل العام دائما موجود لل linear systems النون لينير ناس الماثيماتكس بيشتغلوا منه لانه طلعوا منه حياته مرات في الانجينيرنج بنضطر نعمله نضطر اضطرار لكن دائما ذا بيست ثينج يو لينيرايز السيستم زي كل الكهرباء كلها لينيرايز ثينجز ميكانيكال سيفيل يعني انت لما تعمل صبه بتاعت بيم في حصاصه كبيره حصاصه صغيره البونه ذاتها ما مخلوطه كويس الرمله مع الاسمنت مش كده لكن اخر النهايه بياخد الجنرال اليانج مودلس واحد وانه الديستريبيوشن از ايفين and so on. Oh, it works, it works, it works. فال function f of t ده is our linearization around the point where dx by dt equals zero using Taylor series ولا اي واحد من الجماعة ديل nearly بيساوي some constant في x of t plus another constant او حتى ما constant يعني ممكن يبقى varying
يو اوف تي، يعني في اثرين مختلفين، يعني كل واحد من الاثر بتاع اليو فرزنا براه والاثر بتاع الاكس فرزنا براه في الفانكشن. دي الفكره، فكره بتاعت النون لينيرتي. طبعا اذا جينا نتكلم عن ستريكت ديفينيشن للينيرتي it is a little bit different. يعني فبيبقى ايه a of t ده a of t بيساوي البارشل ديريفيتيف اوف اف باي دي اكس ات ا سيرتين بوينت اكس 0 واي 2 اوف 0 والبي اوف تي بيساوي البارشل ديريفيتيف اوف اف باي دي يو. ممكن تاخد انه هنا اكس يساوي 0 ودي اكس باي دي تي يساوي 0. بيبقى اخر نهاية عندي هنا دي اكس باي دي تي يساوي اي اكس اوف تي بي يو اوف تي. ايه والبي دائما بيكونوا كونستنت، وي ميك زيهم كونستنت تو لينيرايزد بحيث انه يبقوا كونستنت، ما يبقوا فانكشن اوف تايم. ممكن يبقوا فانكشن اوف تايم وزير السوليوشن، لكن دونت كومبليكيت ثينجز ونكتفي بانهم ديل هم كونستنت. يبقى دي ايكويشن مالها فيرست اوردر. في نفس اللحظه برناؤولي مش كده؟ يعني ممكن نرصها تاني من جديد، نرصها انها دي اكس صح؟ باي دي تي ماينس اي اكس اوف تي بيساوي دي يو اوف تي. عندها ناتشورال ريسبونس لما يو ايكوال زيرو، وعندها الحل بتاعها انه اكس مش كده؟ بيساوي اي اوف تي مش كده؟ في initial condition هنا x naught initial condition plus الانتجرال لانه في convolution هنا بيحصل من 0 up to t of e a t minus tau مش كده؟ لانه في convolution في constant u في b of tau delta tau. دي درستوها في